يقول: بعض النساء يطلقن أبصارهن في الرجال بحجة أنه يجوز للمرأة النظر دون الرجال، لأن وقوع الفتنة يأتي من جهة الرجال لا من جهة النساء. الله جل وعلا يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أنه يحرم النظر على الرجال بشهوة، يحرم النظر من النساء بشهوة. والله أمر الذكور والإناث بغض البصر. نعم.